ما هي نتائج لجنة التحقيق حول فساد السفير محمد مارم في قضية الطلبة المبتعثين إلى مصر؟ وهل يستطيع السفير فعلاً حرمان الطلاب من منحهم الدراسية كما يهدد؟ على ماذا يتكئ السفير مارم بصلابة موقفه رغم الفضيحة التي وقعت فيه؟ إذن رفعت اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء للتحقيق في قضية نهب السفير مارم مقاعد الطلاب تقريرها لرئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات إزاء السفير الذي رفض التعاون مع اللجنة وإعادة مقاعد الطلبة. قضية نهب مارب لمقاعد الطلاب حققوا تفوقا على مستوى الجمهورية، أصبحت قضية رأي عام، خاصة وأن مقاعدهم كانت معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. فساد السلك الدبلوماسي خلال الأعوام الماضية بلغ مستوى لم يعهد من قبل، تم استغلال ظروف الحرب وعدم الاستقرار الذي تعيشها البلاد ليس لإيصال أصوات اليابانيين والتعبير عن قضيتهم، بل لممارسة أسوأ مستويات الفساد المالي والإداري في السلك الدبلوماسي وفي جهاز الدولة بشكل عام. إذن هل ستتم إقالة السفير مارم بعد تقرير لجنة التحقيق؟ في أواخر سبتمبر الماضي انكشفت للرأي العام فضيحة نهب مقاعد دراسية مخصصة لطلاب من أوائل الجمهورية مبتعثين للدراسة في جمهورية مصر، والمتهم فيها السفير اليمني في القاهرة محمد مارم. الطالبات التي تصرف مارم بمقاعدهن طالبن الحكومة بتدخل وإعادة مقاعدهن لكي يتسنى لهن بدء عامهن الدراسي، وبدلا من إعادة مقاعدهن قامت الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة التي تحولت إلى قضية رأي عام على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. ورفض أيضاً التوجيهات بإعادة الطالبات التي تصرف بالمنح الخاصة بهن دون وجه حق، وهو ما تؤيده مذكرة من اللجنة لرئاسة الوزراء. رئيس الوزراء وجه وزارة الخارجية بالتعامل مع نتائج التحقيق الذي أصدرته اللجنة المعنية، لكن لا يبدو أن ذلك سيحدث قريباً. تكشف التحقيقات الرسمية عن ممارسة السفير مارم لفساد مالي وإداري في السفارة اليمنية والملحقية الثقافية في القاهرة، فلماذا لا يزال يبدو وكأنه محصنا من أي عقاب؟ مراقبون يرون أن قرب مارم من عائلة الرئيس هادي وانتمائه المناطقي هو ما يحميه، كما أنه كان في وقت سابق مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية، وهو ما يعني أنه قد يكون مطلعا على قضايا فساد أكبر تورط بها مقربون من الرئيس هادي، الأمر الذي جعله يحظى بالتغطية والحماية. الطالبات اللاتي فقدن مقاعدهن أفدن لقناة بلقيس بأن السفير قام بتهديد الطالبات محذرا إياهم من التصعيد الإعلامي من جانبهن. مؤخرا باتت السفارات اليمنية ساحة للكثير من فضائح الفساد والسلوكيات المسيئة، إلى أن سفير هادي في القاهرة يتجاوز في هذه القضية كل ممارسات أقرانه ويضع السلطة أمام اختبار الرأي العام. فهل يمكن لهذه السلطة أن تنتصف يوما لمواطنيها؟ إذن نبدأ بمناقشة موضوع هذه الحلقة من المساء اليمني مع ضيوفنا، وينضم إلينا بداية من جنيف في سويسرا نبيل الأسيدي عضو مجلس نقابة الصحفيين من بيرن العاصمة. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بكم. أنت من المهتمين طبعا بملف الطالبات المبتعثات إلى مصر وما تم بحقهن من استيلاء على مقاعد هؤلاء الطالبات، ونشرت العديد من المواضيع ربما حول تطورات هذه القضية، وآخر ما تم نشره هو رفض السفير مارم لوساطات وتحركات اللجنة التي كلفت من رئيس الوزراء. لو تطلعنا وتطلع المشاهدين بشيء من التفصيل عن نتائج التحقيقات التي توصلت إليها اللجنة وآخر التطورات في القضية وفق متابعتك أستاذ نبيل. أولا الحديث عن الفساد الحاصل في السفارة اليمنية في مصر هو حديث يطول، كثرة القضايا وخاصة ذات العلاقة بالعمل الدبلوماسي أو العلاقة بالعمل السياسي، وإضافة إلى ما يخص عمل الطلاب. أحب أن أوضح هناك إلى أن أولا الملحقية الثقافية هي مستقلة ماليا وإداريا، المفترض حسب القانون هي مستقلة ماليا وإداريا عن السفارة،
لكن للأسف الشديد السفير مارم وبالتعاون كان مع الملحق الثقافي السابق وهيب خدابغشو استولوا على قرارات الملحقية، ومن ثم جاء الملحق القادم بعد أحداث فساد حصلت مع الملحق السابق. لكن للأسف الشديد الملحق الجديد شخصية نزيهة ومحترمة ولكنه ضعيف الشخصية، وبالتالي يعرف أنه من الصعب مواجهة مارم، وبالتالي رضخ يعني لسيطرة السفارة على الملحق. الأمر الآخر أن مع اندلاع الحرب ضاعت الدولة وضاعت مؤسسات الدولة، وفي عام 2016 تصرف السفير مارب بكل المنح الدراسية وعددها 60 منحة في شهر 7 تقريبا 2016، ومنحها للأنجال المسؤولين وأقاربهم، وحينها نشرنا كشف بأسماء كل الطلاب وكل الشخصيات التي بينها يعني سفراء ووزراء وشيوخ قبائل وبرلمانيين وغيرهم برضو أيضا من المقربين له. ومن ثم حينما عادت وزارة التعليم العالي للعمل بدأ يستقطع عددا من المنح الدراسية، بينها منح الأوقاف التي 50 منحة من جامعة الأزهر، طيب قبل أيضا أن منح نتحدث في الدراسة. بالتفاصيل عن القصص الجديدة ومنها منح الأوقاف، وسأعود لأسألك في هذه الحلقة لماذا قلت أنه لماذا من الصعب على العباد الملحق الثقافي أن يواجه محمد مارم، لنحكي خلفية هذه القصة، لماذا محمد مارم من الصعب أن يواجهه أحد. لكن لو تحدثنا عن قضية الطالبات وحدث تجاوز أكبر ربما في 2016، وقلت 60 منحة ذهبت لأبناء المسؤولين والمشايخ ومسؤولي الشرعية في تلك المرة، لماذا الصمت؟ لماذا غابت أسماء الطلبة المستحقين؟ هل كان هناك فعلا طلبة مستحقين؟ وحتى لا يظهر أن الموضوع والحلقة هذه موجهة خصيصا للسفارة اليمنية في مصر، هل فقط سفارتنا في مصر هي من تقوم بتجاوزات بحق الطلبة المبتعثين؟ أولا في شوف هناك عدد من النقاط. في عام 2016 لم تكن قد أعيدت وزارة التعليم العالي للعمل بشكل دائم، وبالتالي لم يكن هناك ابتعاث، ولكن السفير هو قام بتصرف بهذه المنح الموجودة 60 منحة دون أن يكون هناك طلاب تم ترشيحهم وهو قام باستبدالهم، إنما قام بترشيح وابتعاث الطلاب الذين يريدهم وفق العلاقات مع كثير من المسؤولين. هذه النقطة. أيضا النقطة الثانية، صحيح أنه هناك كثير من الفساد موجود في خاصة في قضايا الطلاب، موجود في مثلا في موسكو وفي المغرب وفي لدى ماليزيا خلال الفترات الماضية، بعض الكثير من البلدان يعني هناك إشكاليات في هذا العام، لكن بسبب أن مصر مركز رئيسي وهي سفارة مهمة وفيها عدد كبير من اليمنيين، إضافة إلى كثرة أو تتالي قضايا الفساد المنتشرة في القاهرة، بينها المنح الدراسية، بينها الجوازات الدبلوماسية، بينها المنع من دخول مصر، بينها كثير من الإشكاليات، إضافة إلى المشاجرات التي حدثت في مصر أكثر من مرة، وأيضا هناك العدد الكبير من الدبلوماسيين الذين تم تعيينهم من خارج السلك الدبلوماسي من أبناء المسؤولين ومن أقاربهم في مصر. هناك أكثر من 60 دبلوماسي يعملون في هذه السفارة، أغلبهم لم يمروا عبر السلك الدبلوماسي ولا عبر وزارة الخارجية ولا عبر أيضا حتى معهد السلك الدبلوماسي للتعرف على الإجراءات الدبلوماسية، وبالتالي ظهرت الكثير من الاختلالات. جاءت موضوع الطالبات لأنهن أوائل جمهورية ولأنهن بدون ظهر وبدون يعني من أبناء الشعب ومن عامة الشعب، أضف إلى ذلك أن العدد لم يكن عدد فقط الطالبات الأربع فقط، ولكن العدد الذي تم الاستيلاء عليه كان حوالي 7 الخاص بالطالبات، وأيضا 3 مقاعد يعني تأخر أصحابها من الوصول فتم استبدالهم.
الأمر الآخر أنها منحت هذه المقاعد الخاصة بأوائل الجمهورية إلى أبناء دبلوماسيين في السفارة ومقربين من السفير، معدلاتهم سيئة جدا، بينها 60 بمعدل 60 أو 70% في هذا الذي أثار كثير من الرأي العام إذا الكثير من القضايا التي حدثت في مصر. بالنسبة للجنة التحقيق وصلت إعادة المنح، ولكن السفير منذ البداية رفض أولا التعامل مع لجنة التحقيق وأيضا هدد الطالبات، ورفض رفضا تاما، والوثائق التي نشرتموها تؤكد أنه رفض رفضا تاما التعامل مع لجنة التحقيق والتفاعل معها، بل قدم حلولا خارج الإطار، منها أنه منح الطالبات منح مقاعد دراسية في جامعات خارج القاهرة، وأن السفارة ستقوم بدفع رسوم هذا العام على أن تقوم أن يتم إلحاقهم بالمنح الدراسية خلال العام القادم، وبالتالي بأنه سوف يعيد هذه المنح لمستحقيها العام القادم على حساب مستحقين وطلاب في العام القادم، بالتالي الطلاب لا حول لهم ولا قوة، رضوا بالأمر الواقع، خاصة وهم يرون ضعف المؤسسة الرئاسية ومؤسسة القوى الخارجية وحتى مؤسسة الحكومة من التعامل مع مارم. طيب ننقل هذه النقطة ونبدأ بها بالنقاش مع ضيفنا من القاهرة الدكتور غسان بوذيجي، طالب دراسات عليا هناك. أهلا بك دكتور غسان. دكتور غسان إذا بطلع السماعة إذا هو، هل تسمعني دكتور غسان؟ أستاذ غسان تسمعني الآن؟ طيب سنعاود التواصل معك إلى حين أن يجهز معنا الأخ غسان بذيجي من القاهرة. أعود للأستاذ نبيل السيدي. ما تم التوصل إليه أستاذ نبيل السيدي فيما يخص المعالجات ونتائج هذه التحقيقات، يعني ما الذي كان سيكون أفضل ربما، وهل كان بمقدور هذه اللجنة فعل شيء؟ والمعالجات التي قدمت من قبل السفارة على طبعا للأسف الشديد هناك، أولا علينا أن نطرح النقاط على الحروف، هناك أولا خلل في منظومة التعيينات في الخارجية والتي أصبحت مغنم وليست وفق قانون السلك الدبلوماسي أو قانون الابتعاث، وأيضا هناك إشكالية أخرى تتضمن تخص أيضا أجهزة الرقابة، أجهزة الرقابة في الدولة كجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الهيئة العامة لمكافحة الفساد وغيرها من الجهات الرقابية أصبحت معطلة تماما، وبالتالي الكثير من السفراء والمسؤولين لا يأبهون لأن يكون هناك عقوبة، وبالتالي المثل الذي يقول من أمن العقوبة أساء الأدب. نضيف إلى ذلك أن صلات القرابة وحكم أنه كان مدير الرئيس، وأيضا ارتباطه بشبكة علاقة داخل يعني ما نقول أنه المقربين أو أنجال هادي وأقاربه، وإضافة إلى منطقته جعلته يعني يتحدث كرئيس جمهورية وفي داخل مصر. أضف إلى ذلك أنه يعني حينما أتى من خارج الكادر الإداري للدولة ومن خارج الكادر الإداري للوزارة الخارجية، كثير من الإشكاليات بسبب عدم الوعي بمعنى العمل الدبلوماسي، يعني مثلا لا يعرف صلاحية لكن ليس محمد مارم الحالة الوحيدة التي أتى من وزارة الخارجية في التعيين في السلك الدبلوماسي، الكثير من السفراء يأتون من خارج وزارة الخارجية، يأتون ترضيات وصفقات معينة بين الأطراف السياسية، وهذا معروف خلال السنة الأخيرة خاصة. لكن للأسف الشديد أنه خلال المرحلة هذه تم يعني ضخ الكثير من خارج المؤسسات الخارجية. القانون الدبلوماسي أو القانون يقول أن للرئيس 10% من سفراء من السفراء يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، بينما 90% من السفراء والكادر الدبلوماسي
يتم تعيينهم وفق آلية الابتعاث وفق قانون سلك الدخول. بالتالي انتهى هذا الأمر وأصبحت حالة من الفوضى. طيب أضف إلى سأعود لك ذلك أستاذ أن نبيل، هناك سأعود لك، نعود لضيفنا من القاهرة الدكتور غسان البوذيجي. أهلا بك دكتور غسان. أهلا بك أخ سامي وبالسادة المشاهدين والأخ نبيل. دكتور غسان، أنا طالب دراسات عليا في القاهرة ومهتم بملف الطالبات التي حرمنا من المقاعد الدراسية وتطورات هذه القضية. ما توصلت إليه اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الوزراء؟ ما رأيك أولا بما توصلت إليه اللجنة وأيضا المعالجات التي قدمت من السفارة؟ هل كان في الإمكان أفضل من ذلك؟ والله اخي العزيز، اللجنه طبعا اللجنه جت اساسا لحل مشكله الطالبات هذول الخمسه. طبعا في طالبه قد مشت امورها كمنحه تبادل ثقافي مش عارفين كيف، بقوا اربع اسمه ثلاثه طالبات وطالب، فقنعوهم باللجنه، اللجنه تقريبا مع السفاره مع الملحقيه الثقافيه، اقنعوهم بانهم بيجيبوا لهم بيسددوا لهم الرسوم، انهم يسجلوا بالجامعات ويسددوا لهم الرسوم، ومن العام القادم بيدخلوهم منح تبادل ثقافي. طبعا الطلاب علشان ما يجيش، لانه اخر تسجيل للجامعات المصريه بتاريخ 31/10، فاذا ما سجلوش اقترحت عليهم السنه، وما فيش معهم ما فيش بيدهم حاجه، فاضطروا انهم يسجلوا على اساس انهم يدفعوا لهم الرسوم ويدوا لهم مساعدات ماليه، كانها منح من التعليم العالي، يعني مش تبادل طيب ثقافي. دكتور غسان، هؤلاء هم طلبه اوائل الجمهوريه، هل هناك اختلاف يعني في مستوى التحصيل والمستوى الدراسي ما بين الجامعات التي كانت منحهم فيها ومنحت لابناء مسؤولين وذوات كما يقال في مصر وحرموا منها، وبالتالي هم ذهبوا إلى جامعات في الضواحي أو في الأرياف أو قد تكون مستواها التعليمي أقل، بما أنك طالب دراسة عليا ومطلع على ذلك؟ وعندما تقول الطلبة ليس بيدهم شيء، لكن اللجنة هل كان بيدها شيء فعله وتقديمه لهؤلاء الطلبة ولم تقدم؟ للأمانة أقول لك، يعني اللجنة هي كانت مشكلة من نائب وزير التعليم العالي أستاذ خالد المصابي، ورئيس ومديرة البعثات ومسؤولة البعثات الدكتورة ضياء، وبرضه كان أجا وزير التعليم العالي واجتمع مع السفير والملحق، بس مش عارف يعني الأمانة قوة القوة، الأمانة أقول لك أنا السفير حقنا قوة القوة. طيب، فما خرجوش بأي حل للطلاب هذولا إلا بأنهم اسمه يسجلوا بالجامعات ويسددوا لهم الرسوم. طبعا تواصلت مع الطلاب اليوم، قالوا لي لحد الان لا تسددونا رسوم، وحتى الامتحانات حقنا نتائجها محبوبه، وبعد فتره ممكن يقول لهم اذا ما تسددوش الرسوم يقول لهم مع السلامه. طيب ماذا عن مستوى الجامعات التي تم تسجيلهم فيها؟ مستوى الجامعات طبعا تختلف، يعني ما فيش مقارنه مثلا بين جامعه القاهره مع بيني وبين جامعه حلوان مثلا، يعني في تباين كبير. طيب يعني ما زال رغم المعالجات التي تمت هناك ظلم. نعم. طيب اعود للاستاذ طيب او سابدا معك بهذه النقطه وانقلها لنبيل الاسيدي. السفير يعني الطالبات، تحدثنا لقناه بلقيس ان السفير وجه لهن تهديد مباشر انه اذا تحدثتم لوسائل الاعلام سيتم حرمانكم من المقاعد الدراسيه، هل لديه هذه السلطه والقدره على حرمانهم من مقاعدهم الدراسيه؟ والله في ظل الوضع الحالي كل شيء ممكن أخ سامي، كل شيء ممكن. بالنسبة لك نبيل السيدي، هل من صلاحيات السفير فعل ذلك؟ هل حدود القدرة والتأثير ربما بالمنح، ما علاقة السفير بذلك؟ إذا كان يعني وفق المعلومات المتواضعة لدينا ولدى العامة من الشعب أنه ربما الملحقية الثقافية هي من يكون من ضمن اختصاصاتها موضوع المنح والابتعاث. هو طبعا وفق القانون ووفق الوضع الطبيعي السفير لا يستطيع، هو ايضا لانه السفير هو ايضا في خدمه الناس، هذا اساس عمله يعني. لكن في ظل الوضع المنفلت الان، وايضا في ظل ضعف قياده الملحقيه الثقافيه، بل ان السفير عين عليها مشرفا على الطريقه الحوثيه
احد الدبلوماسيين لدي حمود القدامي عينوا مشرفان على الملحقيه الثقافيه، ولا يتم صرف اي مستحق او صرف اي شيء الا بعد ان تمر عليه. طبعا هو مجرد ان يعني يرفض اعاده المنح لهم هو يحرمهم من ذلك، وايضا باستطاعته ان لا يسجلهم باي جامعه ولا يدفع رسوم، وانت حتى تنتهي الفتره المحدده كما حصل في الجامعات الرئيسيه حينما جامعات الابتعاث، وظل ينتظر حتى انتهت الفتره 31 من اكتوبر، وبالتالي لم يعد متاحا حتى من قبل اللجنه او من قبل رئاسه الوزراء او من قبل اي جهه حتى او من قبل الجهات المصريه بقبول الطلاب ضمن المنح السابقه لانه انتهت فتره التسجيل. الامر الاخر يستطيع انه لا يسجلهم في جامعه حلوان او جامعه الفيوم او لا يدفع لهم اي رسوم، هو يستطيع حرمانهم وبالتالي بطرق ملتويه، وبالتالي هم عليهم على الطلاب بالتالي راوا مصلحتهم في مواصله دراستهم حتى بأقل التكاليف أو بالظلم الذي حصلوا عليه. للأسف الشديد ردة الفعل من قبل الكبار المسؤولين أو من قبل الجهات المسؤولة للأسف الشديد كانت ردة فعل رديئة وضعيفة، يعني رئيس الوزراء يعني وكأنه يستجدي وزير الخارجية أنه يتحرك لعمل شيء ولإعادة حق يعني وليس لمحاسبة أو معاقبة. أو أيضا هناك الإشكالية الأخرى التي ظهرت وهي مشكلة الكرات المالية، وهذا هو السر. إداريا وقانونيا هل يملك رئيس الوزراء الحق في محاسبته واتخاذ قرار بحق السفير؟ ما نتحدث عن بروتوكول وأسلوب إدارة يعني، وأنت كنت أشرت أنه يتم تجاوز ذلك من الرئيس هادي. هو طبعا يعني اذا كانت يحق لوزير الخارجيه ولجنه السلك الدبلوماسي في وزاره الخارجيه ويحق لرئيس الوزراء ايضا اعتراض وايقاف حتى ايقاف العمل حتى يصدر به قرار تغيير او ابعاد من قبل رئيس الجمهوريه. المشكله هي ليست حق يفتعله دبلوماسيين في الخارج، المشكلة الرئيسية هي في ضعف الأداء المؤسسي والإداري. هناك أيضا إشكالية داخل وزارة الخارجية، كان هناك مثلا لجان مثلا مثلا أمريكا وأوروبا الشرق الأوسط، وكانت هذه الدوائر لديها العديد من الموظفين يقومون بمتابعة العمل الدبلوماسي بمراجعته ولو بأقل قضايا الفساد، ولكن للأسف الشديد هو الآن انتهت هذه الدوائر ووجد الرؤساء في مكتب السفير لهذه الدوائر فقط. أيضا الجانب المالي والإداري في وزارة الخارجية مختل تماما، الكل يعرف أن مدير وزارة الخارجية للشؤون المالية والإدارية ولديه موظف واحد، هم كل طاقم هذه الإدارة المهمة والجانب المالي، وبالتالي هناك الفساد المالي داخل السفارة، الاستقطاعات ايضا، السندات غير التي لا تورد، اضافه الى الوفر المالي الكبير من وهذه لا يعرفها الكثيرين وهي وفورات الطلاب. لجنه التي في القاهره اكتشفت ان هناك وفورات بمبلغ من الملحقيه الثقافيه بمبلغ 800,000 دولار ولا يوجد منها حتى الان سوى 400 وشيء ألف دولار، وبالتالي هناك ما يقارب 400,000 دولار تم صرفها أو نهبها أو بأي طرق مختلفة من قبل السفير، ولم تظهر هذه القضية، وهذه القضية الرئيسية. طيب سأقول هذه النقطة للدكتور غسان البوذيجي. دكتور غسان، هناك كثير من النقاط يقال أنه توصلت إليها لجنة التحقيق أو مخالفات، منها منح تابعة من حصة وزارة الأوقاف، موضوع وفر أو وفورات الطلبة المبتعثين، هل لكم علاقة بذلك؟ هل تلمسوا شيء من هذا الفساد منك طالب دراسات عليا؟ ما تعليقك في هذا الموضوع؟ والله يا أخ سامي، موضوع المنح الأزهر هذه اللي هي 60 منحة طبعا ما لهاش كثير، يعني تقريبا لا سنتين إنه بدأ الأزهر يدي لليمن 60 أو 50 منحات
منحة مجانية للطلاب دراسة العليا. فالسفارة طبعا هي اللي توزع المنح. فحصلت إشكالية ما بين السفير ووزيرة سمو التعليم العالي في أنه وزيرة التعليم العالي يشتي يضم المنح هذه برضو كمان ضمن منح التبادل الثقافي، وهو اللي اسمه اللي يوزعها للطلاب الأوائل. فطبعا ما زالت المشكلة قائمة، وحتى أنه الطلاب اللي هم على اسمهم منح الأزهر برضو كمان رافض وزيرة التعليم العالي أنه يجي لهم مساعدة مالية، لأنه قال لهم أنا ما مديت لكمش المنح. هذه إشكالية. برضو الإشكالية أنا أشكر لك يا أخي سامي، أنا شوف أنا وصلت ب 2015 الدراسة هنا، أنا ما كنتش أعرف السفارة فينه، ما كنتش أعرف السفير، شكل السفير ما كنتش أعرفه، لأنه كانت فعلا الملحقية الثقافية مستقلة تماما، ما ليش علاقة السفارة بأي حاجة بالطلاب، ما لهمش علاقة خالص. لكن بعد ما تبدل أجا السفير مارن، طبعا كل حاجة هي تمر عبر السفارة، أي توقيع أي شيء أي مذكرة أي رسالة لازم تمر على السفير مارن ولا مستشار حقه هون يقدمين. طيب أشكرك جزيلا دكتور غسان بوذيجي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهرة طالب دراسات عليا. وأرحب بضيفنا عبر الهاتف الأستاذ رشدي كشاب مستشار ثقافي سابق. أهلا بك أستاذ رشدي، وينضم لنا من صنعاء. على فيسبوك نشرت موضوع وعنونته وقلت مارم شايل سيفه مشى الكل على كيفه، لماذا هذا العنوان تحديدا؟ وقد يفهم بشكل ما أنك متحامل على مارم، ربما متحامل على طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أحييك أخي العزيز على تبني مناصرة قضية سرقة حقوق طلاب أوائل، وأعتبر هذا البرنامج صراحة منبر حق لمن لا منبر له، وأتمنى أن تتبنوا مثل هذه القضايا الحقوقية. للأسف هذا العبث والفساد الإداري من خلال استغلال المنصب لمصالح شخصية وليست عامة، هذا في ظل سمة الشرعية. الشرعية هي أصلاً مشتقة يا عزيزي من الشرع، يعني القانون، لكن إحنا الآن نشوف أنه ما فيش تطبيق للقانون نهائياً. سمعت يا عزيزي؟ أنا بعطيك الآن مدخل، معلش يعني خلينا توضيحية سريعية قبل التطرق للجنة وتقريرها ولا ما لم شايل سيفه. أولاً أقول لك باختصار، ما لم تربطنا في علاقة ممتازة من قبل عام 2014 وقبلها، هو كان طالب في ماليزيا من سابق اصلا، فما فيش اي شيء بيني وبينه. انا فقط اللي حرق اعصابي وخلانا اتساءل مع هذا الموضوع انه طلاب مزاجي اموال الجمهوريه. انا اشتغلت يا عزيزي من سابق وزاره التربيه التعليم العالي، كنت مدير مكتب وزير التعليم العالي الله يرحمه صالح باصوبه، وبعدها هشام شغل، يعني على مدى تاسيس وزاره التعليم العالي ما حدش يعني تجرأ ان يمس حقوق طلاب اوائل الجمهوريه او اوائل المحافظات. لكن بالنسبه للمأرم دخلك في 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 موضوع حرام يدخل فيه، يعني من غطرسه ومن الاجرام هذا اللي ارتكبه. انا كتبت الموضوع اللي قلت انت عليه، انت مأرم شايل سيفه، وكتبت بعدها فيما يخص منح التبادل الثقافي، كتبت عنوان وسميته شرعنه سرقه منح التبادل الثقافي، لان هو ما اللي تبناها هذه السنه السيئه. سنها عبد الملك المخلافي في بحر في 2016، هو اول من وجه بمنح 10 منح التبادل الثقافي للعاملين في السفاره، وهذا غير صحيح. بعد ذلك هذه السنه لقت لها استحسان حتى في بقيه الدول التي بينها وبين اليمن علاقه تعاون ثنائي، باقي معك الجزائر، معك الرياض، معك المغرب، السودان، الاردن، الصين، موسكو، تونس، كل هذه فيها منح تبادل ثقافي. لأنه يعني في الآن 2016 إحنا الآن القضية الحالية هي قضية سرقة 5 منح، لكن لو تعمقتم في الموضوع في نفس العام أصلاً سرقت كل منح التبادل الثقافي في القاهرة، 60 منحة دراسة ثانوية و 35 منحة دراسات عليا. عندك داخل الكشوفات بتلاقي اسم وزير المياه في التبادل الثقافي دراسة جامعية دراسة عليا، عندك مصطفى، عندك
عضو اللجنه نفسه هذا علي النعيمي بنته واحده من اللي اخذت منح تبادل ثقافي. رئيس اللجنه نفسه هذا الوصافي كان بينه وبين السفير اعتقد في يوليو 2015 كان بينهم نقاط في السفاره وهو اللي اقر له لانه ما ارام على ضوءها حظ الرساله علي هذا الوصافي انا اقول له في الرساله هذه انه بناء على الاتفاق الذي تم بيني وبينكم يوم الخميس الذكرى هذه كانت في يوليو 2018 على اساس انه في موافقه في اخذ 10 منح تبادل ثقافي يعني حتى طيب بما انه كان المدخل لهذه القضيه هي قضيه الخمسه الطلبه الذين تعرضوا لهذا الظلم، جوهر المشكله برايك انت كمستشار ثقافي سابق يعني وملم بكل التفاصيل ومهام الملحقيه الثقافيه وطبيعه العلاقه التي يفترض في هذا الملف ما بين السفاره والملحقيه الثقافيه، اين جوهر المشكله برايك؟ يا اخي جوهر المشكله هي بدات من لما تم نقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن. شكلت وزاره حكومه الشرعيه وبدا تحويل مستحقات الطلاب من سابق كانت تحول الى حسابات خاصه بالملحقيه الثقافيه. لكن في ظل حكومه الشرعيه حولت المستحقات الخاصه بالطلاب الى حساب السفارات. اصبحت انت لا يمكن تقطع شيء، لا يمكن تاخذ دولار واحد الا بتوقيع السفير. طبعا مبالغ بالنسبه للطلاب هي مبالغ كبيره طبعا، سعر الالعاب بالنسبه لبعض السفراء يعني انا اذا تكلمت انت عن مالها ما حصل كمان في مالي في نفس الحكايه. كانت الامور مسيطره بيد السفير. الخلل هو انك تشرك او تعطي السفير صلاحيه فوق ما هي صلاحيته. هو مجرد مشرف فقط في السفاره تشرف على الملحقيه الثقافيه. لكن انت المبالغ انت اللي تصرفها كمستشار ثقافي وعندك مستشار ثقافي مساعد للشؤون الماليه. اي ريال يحول من الداخل الى اي ملحقيه ثقافيه حاجه اسمها لجنه تصفيه العهد الخارجيه. يعني انت كمستشار ثقافي وكمساعد مالي عندك على كل ريال يصرف ما تفلت في عديد من المسؤولين الماليين في السفارات في الدول المرشيه بالحقيقه تعرضوا للتحقيق وحاولوا واحلناهم هذه الفتره الى نيابه الامور العامه ومكافحه الفساد، بعضهم سجن وخرج بالامانه، ولحد اللحظه هذه ما زالت في مبالغ معلقه على مستشارين وعلى مسؤولين ماليين في السفارات ولم يتم تصفيتها لحد الان. طيب انا اشتي اقول لك حاجه انه جوهر المشكلة زي ما قلت لك هي تدخل السفارة، السفارة ما لها أي علاقة في العمل الثقافي. السفارة هي فقط تشرف يا أخي. هي مجرد إشراف، لا علاقة لها. لكن الوضع تغير، قلت لك أنها هي قضية الإثم شرعية لكن عدم تطبيق طيب القانون. إذا كانت الدولة تتغاضى عن تدخل السفارة في عمل الملحقية الثقافية، ماذا عن دول الابتعاث، عن الطرف الآخر؟ هل يقبل هذا التدخل؟ كيف يتعامل معه؟ كيف ينظر إليه؟ لا دول الابتعاث ما لهاش دخل. دولة الابتعاث ما لها دخل. دولة الابتعاث اذا انت في تبادل ثقافي بينك وبينهم تستلم الرسالة منك كملحقية ثقافية وبغض الاسماء الموجودة داخل ما لهاش دخل من اللي كتبها في اول الوزارة. طيب على دول الابتعاث مثلا مصر لا يوجد لديها معيار مثلا قيل ان الخمسة المقاعد التي سرقت من مستحقيها اوائل الجمهورية ذهبت لطلبة معدلاتهم في الستين والسبعين. هل تتغاضى دول الابتعاث عن ذلك؟ هذه الجامعات الكبيرة كان حديث عن جامعة القاهرة وعين شمس، هل تقبل أي اسم يأتيها من في تخصصات معينة لا يمكن يقبل فيها الطالب إلا بمعدل. يعني أضرب لك مثلا الطب البشري مستحيل أقل من 94.25% في معايا. بعدين هذه منح التبادل الثقافي يا أخي هي خاصة بأوائل الطلاب في المحافظات، اما بالنسبه لاوائل الجمهوريه هذا كنا نعاملهم معامله خاصه. نجتمع بالطلاب والطالب نحدد له رسوم 14000 دولار في السنه. يختار الدول اللي يشتريها ويختار التخصص اللي قلت لك بس تدخل السفارات وغطاسه السفراء بعض السفراء يعني ايش اقول لك يعني انت تجيب سفير من خارج وزاره الخارجيه ما اشتغلت في اي عمل مؤسسي. وكيف تطلب منه انه يقدم لك اداء ممتاز؟
وبعدين طيب يعني ساعود لك استاذ رشدي، ساعود لك في نقطة أخيرة عن ما الذي يتوجب فعله على الحكومة ومؤسسات الدولة الشرعية، لكن أعود للأستاذ نبيل السيدي. وفق ما نشره غسان البوذيجي على مسؤوليته يقول أن الطالبة فاطمة التي أثيرت حولها القضية وكانت هي ربما من هي في واجهة قضية الطلبة الذين سرقت منحهم، يقال أنها عادت إلى اليمن وتركت المنحة والفرصة التي كانت لديها للدراسة وأن يكون لديها مستقبل أفضل، تركتها لسعادة السفير محمد مارب. ما الذي يعني ذلك إذا ما صدق قول غسان البوذيجي؟ هل فشلت كل المعالجات الترقيعية التي كانت تمت والوعود لهؤلاء الطلبة؟ بالفعل يعني هذه حالة قهر يعني لهذه الطالبة، وبالتالي قررت أن تتخلى عن مستقبلها. طبعا الجميع يعرف والطلاب في مصر يعرفون أن جامعة حلوان وجامعة الفيوم التي وحيدت عليها الطالبة بعيدة جدا، أكثر من ساعتين بالقطار من القاهرة، ومستواها لا يتوازى مع مستويات التي مع مستواهم التعليمي ولا مع مستوى جامعة القاهرة أو عين شمس. هذه حالة طبيعية للكثير من الطلاب. هناك أيضا طلاب في المغرب قرروا ترك العمل في أو الدراسة والبحث لهم عن أعمال تقيهم بسبب التعنت. يعني هناك في المغرب كانت المغرب تقدم مقاعد مجانية لليمنيين دراسات جامعية أو دراسات عليا، أي يمني يريد أن يتقدم للدراسة فليتفضل، لكن للأسف السفارة الآن تدخلت قبل العام الماضي وطلبت بأنه لا يمكن تسجيل أي طالب يمني إلا عبر السفارة، وبالتالي أنت تحرم الكثير من اليمنيين الراغبين بالدراسة من أجل الاستحواذ على هذه المقاعد الدراسية. الكثير من الاختلالات ظهرت في أيضا الطلاب في سوريا والملحق الثقافي، هو متواجد في لبنان وهم عبر السفارة في لبنان، لكن للأسف الشديد برضو لا يزالون لا يحصلون على مستحقاتهم. الطلاب خرجوا في أكثر من مكان. للأسف الشديد هناك خلل في المنظومة، في منظومة الدولة بشكل عام. نحن الآن نتحدث عن تفاصيل، ربما كانت حادثة الطالبات في مصر أو التركيز على القضية في مصر لأن السفارة في مصر كثر فسادها وكثرت اختلالاتها وكثرت الشكاوي. هناك أعضاء برلمانيين وقفوا ساعة وساعتين إلى ست ساعات، هناك ناس منعوا من دخول القاهرة. أحد المصادر يحدثني بأن السفير يرسل أسبوعيا أو كل أسبوعين قائمة بأسماء من كتبوا ضده أو من قالوا شيئا أو من انتقدوا أو من لهم موقف من الشرعية أو كذا إلى السلطات المصرية لمنعهم من دخول مصر. للأسف الشديد حتى رئيس البرلمان تم توقفه، وحتى كثير من الوزراء في الحكومة تم توقفهم بسبب الموضوع الجوازات الدبلوماسية التي أوقفها السفير ولخبط في وأساء أيضا بالحكومة. أضيف إلى ذلك هناك آية، هو النقطة الآن لدى كثير من السفراء أو من كثير من مسؤولية الدولة بأنهم يعرفون أن هذه الفرصة لن تتكرر، وبأن هذه هي مرحلة المغانم وليست مرحلة طيب المغانم أبدا. هذه الإجراءات التي يتخذها السفير والممارسات أن تصفها أنه يستقوي ويتحدى وأن له ظهر ربما قربه من الرئيس عبد الرب منصور هادي ولأنه كان مدير مكتبه، البعض قد يفهمها من ناحية أخرى أنه ربما قد يكون ملم بالإجراءات الإدارية والقانونية ويتصرف كرجل دولة وربما لا عليه ولا على التصرفات أي غبار. مثلا ما أشرت إليه في البداية 2016 المنح التي لم يكن أحد مبتعث إليها وهو قام بوزعها، بالأخير يقول لك سواء كان ابن مسؤول أو ابن شيخ هو مواطن يمني، بالأخير بدلا أن تذهب سدى نوزعها على الطلبة، وبالتالي يبدو أن لديه مرجعية ربما في التصرف يستند إليها قانونيا وإداريا. أولا الحديث عن رجل الدولة والقانون والواعي، فهذه الأمور كلها لا تنطبق على مارم تماما. الجميع أصبح أمرا مكشوفا للكل، يعني حتى السلطات المصرية أصبحت تسخر من دور السفارة وأدائها السيء حتى على المستوى المعروف، الأداء السيء الذي بدأ بعد الحرب لتدهور وزارة الخارجية. يعني للأسف حينما أتى من خارج السلك الدبلوماسي الكثير من الموظفين لا يفقهون أي مبادئ العمل السياسي أو الدبلوماسي، إما لصلة القرابة أو لغيرها.
حتى أن مسألة مثلا في 2016 عندما وزع 60 منها هو حتى لم يوزعها مثلا للطلاب المستحقين أو دواء الجمهورية أو لطلاب في موجودين من أبناء الجالية اليمنية في القاهرة، وذلك هو وزعها لأنقال الأستاذ رشدي ذكر بعض منهم وكثير من أبناء المسؤولين من بينهم يعني مثلا أسماء لديها دراسات عليا ودراسات يعني الابن الآخر ماجستير وهكذا يعني أكثر من شخصية حوالي تقريبا 20 شخصية بحدود 30 طالب من ضمن الكشف كلهم أبناء مسؤولين وأنقالهم. الفكرة هنا أن لا أحد أصبح يهتم بما يقوله القانون أو بالمعايير أو بأي شيء آخر، هذه مرحلة هم يعرفون أن هناك أي مرحلة قادمة من اتفاق سياسي أو تغيير سياسي أو حكومة قادمة أو منظومة للدولة اليمنية القادمة إما بنهاية هذه الحرب أو أخرى الحلول السياسية، هم يعرفون بأنهم لن يكون لهم مكان. طيب في 30 ثانية أستاذ نبيل السيدي، هذه مرحلة فيد وعدم محاسبة كما تقول، ماذا عن سمعة الدولة؟ ماذا عن وضع هيبة الدولة والسفارات؟ لا يوجد لديها أي حساب؟ للأسف الشديد أقول لك بصراحة، إذا كان رأس الهرم قد رضي بإهانة الدولة ورضي بالتنازل عن كل ما معاني الدولة، والآن اليمن تحت الوصاية وتحت البند السابع وتحت قيادة التحالف العربي وغيرها، الجميع الأمر لم يعد خافيا، نحن لم نعد أصحاب إرادة ولا أصحاب دولة ولا أصحاب قرار مؤسسي أو قرار حتى داخل الكل، وكل يوم تطول فيه هذه الحرب تستلب الإرادة من الشرعية. أشكرك جزيلا نبيل السيدي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، كنت معنا من بيرن في سويسرا، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا الليلة في المساء اليمني. أختم مع ضيفنا من صنعاء المستشار الثقافي السابق رشدي كشاب. أستاذ رشدي، اليوم ما الذي يتوجب على مؤسسات الشرعية سواء وزارة الخارجية أو رئاسة الوزراء وزارة التعليم العالي فعله أمام ما يحدث اليوم من تجاوزات وفساد؟ يا أخي أنت لما الصوت ضع. أسمعك الآن. ما أسمعك. ها تفضل. أقول لك أنا أنت لما قلت لي أنت الآن أنه سفير، أنا شخصيا بعد الجريمة هذه اللي ارتكبها ما أقدر أسميه سفير، لأنه السفير هو ممثل الدولة. أنا في كتاباتي على الموضوع هذا أكتب مأرم. يا أخي في هناك في حاجة اسمها منح تمويل حكومي تعطى لمن يستحق ومن لا يستحق. يعني أنت لو تشد جامل شخصيات لا تسرق منح طلاب متميزين من أوائل الجمهورية. راح أعمل لهم توجيهات بمنح داخلية. بمنح تمويل حكومي، يعني انت عارف في تقرير سربه رئيس اللجنه اللي هو المصابي، سرب تقرير انهم فقط في الربع الثالث 2018 اضافوا 500 حاله جديده. 500 طالب جديد. يعني انت منع التبادل الثقافي كلها 140 وانت في السنه وانت في ربع تضيف 500 طالب. تعرف كم تقريبا الطلاب هذول من 500 فقط؟ 3 مليون ونص دولار في السنه أو تعب الطلاب في ربع. بينما لما تجي تتكلم على الطلاب هذول اليوم أوائل جمهورية متميزين يطلع التكلفة السنوية حقهم حوالي 750,000. فأنا أشتي أقول لك أنا ما كنتش متفائل في البداية من عمل اللجنة هذه، لكن هذه اللجنة ربما اتفاق بينه وبين المغرب زي ما قلت لك من سابق اتفاق بأخذ منح من التبادل الثقافي. التقرير حق اللجنه انه او اتضمن رفض مارم والعبادي تجاوب وقلت بسلامه وبحازه، بسلامه وزير وبحازه مدير مكتب رئيس الوزراء. بعدين قال لك انه اللجنه التقت بالبركاني والشدادي وبعض اعضاء الوزاره البرلمانيه على اساس ايش يتولوا اقناع السفير. يبدو ان هذا هم من رعايا السفير يعتبروا قياده الدوله، لكن مصالحهم موجوده داخل مصر لا يمكن يتخذون الى جواب السفير. فليش اللجنه هذه ما نشرت اسماء الطلاب الذين اخذوا منح غيرهم؟ عريهم يا اخي امام الراي العام. وبعدين بختام التقرير تجي تطلب المطالبه بتطبيق القانون مع مارم والعبادي. ليش معين يخاطب باسلامه وبسلامه اصلا كان موجود في مصر؟ يعني مذكره معين كان يجب ان توقع على الخارجيه والتعليم العالي باصدار قرارات بانهاء عمل مارم والعبادي. للاسف هي عباره عن اسقاط واجب، يعني حررت في 16 اكتوبر ولم يتم التعقيب حتى الان ولم تابعت مستوى التنفيذ. يعني اشكرك جزيلا المستشار الثقافي السابق
رشدي الكشاب كنت معنا من صنعاء، وايضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقه من المساء اليمني. في الختام تحيه طاقم البرنامج، ونلقاكم في الغد في حلقه جديده في امان الله.